ألا بالعلم تزدهر الروابي، ويزهو المجد في ظل الكتاب، ويعلو بالتميز كل صرح، يعانق بالعلا هام السحاب، يعانق بالعلا هام السحاب. ومدرسة التميز من رباها يشع النور في كل الرحاب، درجت على مقاعدها ربيعا يراعي في يدي ومعي كتابي. ومدرسة التميز من رباها يشع النور في كل الرحاب، درجت على مقاعدها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبنائي طلاب الصف السابع، درسنا اليوم في مادة الاجتماعيات بالوحدة الثالثة بالكتاب المدرسي صفحة 132، عن التعدين في الوطن العربي وعن المنظمات الاقتصادية والإقليمية والدولية. أولاً سوف نتناول التعدين في الوطن العربي. لدينا بالكتاب المدرسي صاد 133 خريطة متضمنة بالكتاب. هذه الخريطة عبارة عن خريطة الوطن العربي. كما نرى يا أبنائي الخريطة يوجد بها مجموعة كبيرة من الأشكال والألوان، ويوجد داخل هذه الخريطة ما يسمى بمفتاح الخريطة. كما نرى هذا المفتاح متضمن للألوان والأشكال المختلفة. فمثلا النحاس لونه دائرة باللون الأحمر، عندما أرى هذه الدوائر بالخريطة معنى ذلك أن كل دولة يوجد بها هذه الدائرة الحمراء هي منتجة للنحاس، وهكذا بالنسبة لباقي المعادن. بالاستعانة بهذه الخريطة لتوزيع الثروات المعدنية بالوطن العربي نستطيع أن نجيب على العديد من الأسئلة. استكمل الجدول التالي بالاستعانة بهذه الخريطة. أولا لدينا جدول لتوزيع المعادن، أهم المعادن التي توجد بالوطن العربي ونسب إنتاج الدول العربية لهذه المعادن. أولا معدن الفوسفات، نسبة الإنتاج للوطن العربي من هذا المعدن حوالي 25%، يعني الوطن العربي يا أبنائي ينتج ربع إنتاج العالم من الفوسفات. ما هي أهم الدول العربية المنتجة لهذا المعدن؟ المغرب، تونس، مصر. الحديد ينتج الوطن العربي 1.2% من الإنتاج العالمي. أهم الدول المنتجة للحديد هي موريتانيا والمغرب والجزائر. النحاس ينتج الوطن العربي 0.3%، يعني يا أبنائي أقل من 1% من الإنتاج العالمي. أهم الدول المنتجة لمعدن النحاس موريتانيا والمغرب ومصر. بالنسبة للرصاص ينتج الوطن العربي ما نسبته 6.6% من الإنتاج العالمي لهذا المعدن. أهم الدول المنتجة هي المغرب والجزائر وتونس. المنجنيز ينتج الوطن العربي حوالي 3.3% من الإنتاج العالمي. أهم الدول المنتجة لمعدن المنجنيز هي المغرب ومصر والجزائر. أكمل العبارات التالية. أولى، الدول العربية في إنتاج معدن الحديد من خلال ما رأيناه في الجدول يا أبنائي هي أي دولة؟ موريتانيا. طبعا هذه صورة متضمنة لبعض الصناعات القائمة على الحديد. الدولة العربية التي تحتل المراكز الأولى في إنتاج معادن الفوسفات والنحاس والرصاص والمنجنيز، من خلال الجدول رأينا تكرارا يعني كثيرا لاسم هذه الدولة وهي دولة المغرب أحسنتم. المعدن الذي يبلغ الإنتاج العربي منه ربع الإنتاج العالمي، من منكم يجيب؟ ممتازين، هي أو هو الفوسفات. بالاستعانة بالكتاب المدرسي صاد 134
سوف ندخل على موضوع آخر وهو المنظمات الإقليمية في الوطن العربي. المنظمات الاقتصادية والإقليمية، أولاً لدينا منظمتان بالوطن العربي اقتصادية وإقليمية، ما هما؟ واحد منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، اثنان منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط أوابك. كما نرى أبنائي الكلمتان متشابهتان، ولكن يوجد فرق بينهما في زيادة حرف الألف. الأوبك بدون الألف هي الدول المصدرة للنفط، لم نقل هنا الدول العربية، لكن الأوابك بزيادة الألف هي الدول العربية المصدرة للنفط. ما هي أسباب إنشاء منظمة الأوبك ومنظمة الأوابك؟ لماذا فكرت الدول العربية ودول العالم في إنشاء هذه المنظمات؟ لزيادة الإنتاج النفطي واحتكار الشركات العالمية المستغلة للنفط في إنتاجه ونقله وتكريره، وحفاظاً على حقوق الدول المصدرة للنفط، تم التفكير في إنشاء منظمات عربية وعالمية تكفل ذلك. إذن ببساطة، إنشاء منظمة الأوبك وإنشاء منظمة الأوابك للحفاظ على استقرار أسعار النفط والحفاظ على انتقاله بين الدول بسهولة. استكمل الجدول التالي بالاستعانة بالكتاب المدرسي صاد 134. لدينا جدول هام جدا يا أبنائي، هو عبارة عن مقارنة ما بين منظمة الأوبك ومنظمة الأوابك. أولا من حيث التعريف، منظمة الأوبك هي منظمة الأقطار المصدرة للنفط، وهي منظمة عالمية تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها. إذن هذا تعريف منظمة الأوبك. الأوابك منظمة الدول العربية المصدرة للنفط. إذن أبنائي جميعنا الآن يستطيع أن يفرق بين تعريف الأوبك العالمية التي بدون ألف والأوابك العربية اللي بها ألف زائد. متى تم إنشاء الأوبك؟ عام 1960. متى تم إنشاء الأوابك؟ أحسنتم أبنائي، 1968. ما هي الدول المؤسسة للأوبك وأيضا الأوابك؟ الدول المؤسسة للأوبك هي الكويت والسعودية والعراق وإيران وفنزويلا. كم دولة أبنائي؟ فعلا هم 5 دول. الدول المؤسسة للأوابك هي الكويت والسعودية وليبيا. أين يوجد مقر الأوبك؟ في مدينة فيينا. فيينا هذه أبنائي عاصمة دولة أوروبية تسمى النمسا، إذن مقرها في فيينا. أين يوجد مقر الأوابك؟ في مدينة ودولة الكويت. ما هي أهداف الأوبك؟ تحرص المنظمة على استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية. ما هي أهداف الأوابك؟ تسهم في تطوير الصناعات البترولية في جميع المجالات وتبادل الخبرات أيضا بين الدول العربية. أجهزة المنظمة بالنسبة للأوبك: المؤتمر، مجلس المحافظين والأمانة العامة، 3 أجهزة. أيضا الوطن أو الدول العربية لديها 3 أجهزة بالأوابك، هي المجلس الوزاري والمكتب التنفيذي والأمانة العامة. هذا الجدول أبنائي هام جدا، مقارنة ما بين منظمة الأوبك ومنظمة الأوابك. من خلال هذا الجدول نستطيع أن احنا نجيب عن بعض الأسئلة المتضمنة بالدرس. فمثلا لدينا صور بالكتاب توضح شعار لمنظمة الأوبك وشعار لمنظمة الأوابك. الشعار الأول أبنائي، ما هي اسم المنظمة التي يمثلها هذا الشعار؟ أحسنتم أبنائي، هي منظمة الأوبك. الشعار الثاني، ما اسم المنظمة؟ هي منظمة الأوابك. تدريب على أسئلة متضمنة من خلال الاستعانة بالجدول السابق. 1. تأسست منظمة الأوبك في مدينة بغداد عام كم؟ تم تأسيس الأوبك عام 1960. أحسنتم. بلغ عدد الدول العربية في منظمة أوبك وقت التأسيس كم دولة؟
5 دول. بلغ عدد الدول الأعضاء في منظمة أوبك حالياً 11 دولة. مقر منظمة الأوبك تسمى فيينا. أحسنتم. عدد الدول الأعضاء في منظمة الأوبك كم دولة؟ 7 دول. أيضاً أسئلة متضمنة من خلال الاستعانة بهذا الجدول السابق. تم إنشاء منظمة الأوابك عام، متى تم إنشاء منظمة الأوابك أبنائي؟ عام 1968. الدول العربية المؤسسة لمنظمة الأوابك هي السعودية وليبيا ودولة ثالثة تسمى فعلاً هي الكويت. مقر منظمة الأوابك في مدينة ودولة الكويت أيضاً تسمى الكويت، هي المقر. سؤال هام جدا طبعا. عدد الدول الأعضاء في منظمة الأوابك يبلغ 11 دولة. إذن أبنائي هناك تشابه بين عدد الدول الأعضاء في الأوبك والأوابك، جميعهما 11 دولة. علل إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط أوابك. لماذا تم إنشاء الأوابك؟ بسبب التطوير أو لتطوير الصناعات البترولية في جميع المجالات وتبادل الخبرات. أيضاً علل إنشاء منظمة الأقطار العالمية المصدرة للنفط أوبك لاستقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية. ما العام الذي تأسست فيه منظمة الأوبك؟ مهم جداً طبعاً. عام 1960. العام الذي تأسست به الأوابك؟ عام 1968.